في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبر. الحمد لله الذي أرسل جبال العوالي، لا إله إلا الله، وبه نحيا وبه نموت وبه نلقى الله وبه نوالي. وأشهد أن عظيمنا وقدوتنا ومولانا قرة عيني محمد بن عبد الله عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، رئيس هذه الحفلة المباركة الطيبة، وأستاذي الكرام العظام، وطلابي الأحباء، وضيوفنا المبجلين المكرمين في هذه الفرصة الطيبة، أرجو أن ألقي أمامكم بعضا من الكلمات عن إصلاح الاجتماعية وتكوين الأسرة المثالية. إخواني في الله، في الأسرة المثالية وفي الإجماع الإصلاحي علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال في كلامه المجيد عن اتباعه صلى الله عليه وسلم حيث قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال تعالى أيضا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى أيضا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إخواني في الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباعه صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن اتباعه صلى الله عليه وسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله فيما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن اتباعه صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، رواه ابن ماجه. فيا أيها الحاضرون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بهذه النصوص المباركة علمنا هذا علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحيائنا وفي كل مواضع وفي كل أقواتنا من حياتنا. اللهم وفقنا الله تبارك وتعالى لإتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حياتنا، في كل أوقاتنا، في كل مواضع. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.